ما هو هذا الشيء بالضبط؟ فهو ليس دودة ولا يبدو على أنه أفعى أيضا، وكأنها أنهت حياتها. وهذا الشيء يا أصدقاء قام بإفزاعه جدا. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، جنبا دنا تصطد في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ اسمي دوريتو ولدي هنا قاتل الضحك وزينجو. فيديو اليوم يا أصدقاء من سلسلة لا تشاهد هذه الفيديوهات في الليل، ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. حسنا يا أصدقاء، لنبدأ بالفيديو الأول. ما هو هذا الشيء بالضبط؟ فهو ليس دودة ولا يبدو على أنه أفعى أيضا. هل تعلمون ما هو هذا الشيء؟ الشيء الوحيد الذي أعلمه أنه مقرف جدا. أصبت يا قتيل الضحك. أوه، ربما أعلم ما هو هذا الشيء. ما هو يا زينجو؟ ربما كان بزاقة. وي، لا أظن أن البزاقة يصل طولها إلى هذا الحجم. أصبت يا قتيل الضحك. ويبدو أيضا أن هذا المخلوق لديه العديد والعديد من الأرجل، وانظر إلى المادة الصفراء الموجودة تحته، وهذا الشيء الأصفر يشبه نوعا ما تلك التي تفرزه البزاقات أو الحلزون. ما رأيكم يا أصدقاء؟ اكتبوا لي في التعليقات إن كنتم تعلمون ما هو هذا الشيء. هنالك تيك توكر يدعى بيك باندا قال بأن هذا الشيء يمكن أن يكون دودة البوبيت، وإن البوبيت وورم فهي مخلوق بحري يعيش في أعماق البحار، وربما هذه قد ضلت طريقها وخرجت من البحر، لا نعلم ذلك. والآن لننتقل إلى الفيديو التالي، واسم هذا الفيديو الدمية المرعبة. هذا الشخص في طريقه للتواصل مع روح شريرة في هذا المنزل، وعندما بدأ رحلته في الليل لاحظ أن شيئا ما كان يعزف على البيانو. وطبعا كلكم تعلمون أنهم يتواصلون مع الأرواح عن طريق صندوق الأرواح، وبعدما تم التواصل تم ذكر دمية، وفي الخارج من هذه النافذة كان يرى عيونا متوهجة مرعبة جدا. وعندما سأل عن هذه الدمية تم إخباره بأنه عليه أن يجدها، وأخيرا قام بإيجادها. يا لها من مرعبة. وبعدما وجدها قام بسؤال اللعبة عن اسمها، ولقد جاوبت إجابة مرعبة، فلقد طلب منه أن يقوم بعمل طقس من طقوس شيطانية، وأخبرته الدمية أيضا أن المكان خطير هنا. وبعدها بدأ بسماع أصوات غريبة. ولاحقا قام بإحراق هذه الدمية، وبينما كانت الدمية تحترق حدث شيء مرعب، قامت برفع يدها. ماذا؟ أجل يا زينجو لنشاهد. أمر مرعب أليس كذلك؟ والآن لننتقل إلى الفيديو الثالث. هذا الفيديو بعنوان مجسم غريب يطير في السماء، انظروا. That's just floating up there in this f***ing sky. What the f***? What the f***? It f***ing flashed. Oh my, what? Dude, are you recording? وأيضا كان يخرج من هذا الشيء ضوء فلاش. أوه، لقد عرفت. ربما كان شقيق رأس الصفارة. ربما رأس اللمبة. لا أعلم ما اسمه. لا أظن ذلك. أظن أنه شيء عادي جدا، ولكن ربما الغيوم تظهره على أنه يطفو في السماء. ربما يقتل الضحك. وبعض الأشخاص كتبوا أن هذا الشيء ربما يكون برج الإذاعة أو الراديو، وتمت تغطيته من قبل الغيوم، فلذلك نظن أنه يطفو في السماء. أجل، كما توقعت تماما. كم أنت ذكي يا قاتل الضحك. وأنتم يا أصدقاء، هل تظنون حقا أنه برج إذاعة؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو. والآن لننتقل إلى الفيديو الرابع، وهذا الفيديو تحت عنوان الشبح الذي يختلس النظر أو يراقب عن بعد. ففي مقصورة مهجورة في قصر كبير مهجور وجد هذا الشيء يراقب هذا الشخص. راقب قرب الباب يوجد شخص ما أو طفل يراقب خلسة، ويمتلك أيضا عيونا متوهجة، ويبدو أن هذا الشبح يراقب عن بعد. ما رأيكم يا أصدقاء؟ هل هذا شبح أم مجرد طفل يقوم باللعب في هذا القصر؟ ماذا؟ مجرد طفل؟ كيف طفلا ويوجد في هذا المكان ويختلس النظر هكذا؟ أليس خائفا؟ أصبت يا زينجو، ربما كان شبحا حقا. وبعض الأشخاص في التعليقات قالوا بأن هذا الولد لا يبدو أبدا على أنه بشري، فمنظره مرعب جدا، مع أنه فيديو قصير ولكنه مرعب جدا، أليس كذلك يا أصدقاء؟ حسنا، والآن لننتقل إلى الفيديو الخامس.
وهذا الفيديو تحت عنوان المدرسة الخارقة للطبيعة. أعلم أننا جميعا نسمع قصصا عن مدارس مهجورة ومرعبة جدا، ولكن هذه سوف ترعبكم حقا. صائد الأشباح هذا قرر أن يذهب ويكتشف هذه المدرسة المسكونة، والتي يقال أنها مسكونة بأرواح طلاب فقدوا حياتهم أو وجدوا مقتولين هناك. وقبل أن يدخل إلى هذه المدرسة كان يسمع أصواتا غريبة قبل أن يرى الخوارق بعينيه، وفجأة بدأ كرسيا أمامه يتحرك من تلقاء نفسه وكأن شخصا ما يقوم بجره. وبينما توقف الكرسي سمع صوتا غريبا آخر، ومن ثم ذهب ليتحقق من الأمر. وعندها رأى هذا المنظر، أرجوحة تتأرجح من تلقاء نفسها تماما كأفلام الرعب. ولاحقا استكمل جولته وسمع أصواتا غريبة مرة أخرى وعاد مجددا إلى داخل المدرسة. ولكن ما هذه الشجاعة؟ كيف يدخل إلى مدرسة كهذه ولوحده وفي منتصف الليل؟ هل هم مجانين؟ ربما كانوا كذلك يا زينجو. والآن يا أصدقاء حدث شيء معه مرعب جدا جدا جدا. فبينما كان ينظر من نافذة إلى صف ما وجد هذا الشيء، دمية تتدلى من السقف وكأنها أنهت حياتها. وهذا الشيء يا أصدقاء قام بإفزاعه جدا، وقرر هنا أن يغادر هذه المدرسة. ماذا؟ الآن قرر؟ لو كنت مكانه لن أفكر حتى في الدخول إلى هكذا مدارس. ربما في النهار أمر مقبول، ولكن ليس في الليل. أجل، أعلم ذلك لأنك جبان. لست جبانا، ولكنني حذر. أجل يا زينجو، أنت حذر. والآن لننتقل إلى الفيديو السادس، وهذا الفيديو تحت عنوان الروح الشريرة. كان يقال أنه يوجد أرواح شريرة في هذا المكان، وذهب هذا المستكشف ليتأكد من الأمر، وقام برؤية هذا الشيء الغريب تحت ذلك الرف. انظروا، يبدو وكأنه مخلوق فضائي ولكن صغير الحجم. وعندما خرج إلى خارج البناء سمع أصوات نحيب أو بكاء. إن المكان لوحده مرعب بدون أصوات، فكيف مع أصوات وخوارق للطبيعة؟ أجل يا زينجو، إنه فعلا مرعب. ولاحقا سمع صوتا وكأن زجاجة ما قام أحد ما بركلها. ما رأيكم يا أصدقاء؟ هل هنالك أحد فعلا يقوم بمطاردته أو يريد أن يطرده من هذا المكان؟ والآن لننتقل إلى الفيديو السابع تحت عنوان الحصن القديم. طبعا كما كلنا نعلم أن القصر أو الحصن فهي أبنية قديمة جدا على مر التاريخ. وفي هذا الفيديو عائلة كانت تزور هذا الحصن القديم عندما التقطوا شيئا غريبا جدا أمام الكاميرا. وهذا الشيء عبارة عن شبح أو كيان كان يقوم بالصعود على الدرج. انظروا. وبعدها بثوان غرابان طاروا من تلك النافذة. وأرى أيضا أن الطيور قد اختفت، أليس كذلك؟ ربما يا زينجو، ولكن حتما يوجد خوارق للطبيعة في هذا الحصن القديم. والآن لننتقل إلى الفيديو الثامن، وهذا الفيديو تحت عنوان ظهور العروس، ولكن ليس في حفلة الزفاف وإنما في مكان مهجور. ما رأيكم يا أصدقاء بهذه العروس؟ هل تقبلون أن تكون زوجة لكم؟ بالطبع لا، إنها مخيفة. أجل يا زينجو، إنني أمزح فقط. وهؤلاء الأشخاص وجدوا هذه العروس في كنيسة قديمة ومهجورة، ويقال أيضا أن هذه العروس قد أجبرت على أن تتزوج زوجها. عندما دخلوا إلى هذه الكنيسة أغلقت الأبواب من خلفهم فجأة، وتحركت الطاولة أيضا من تلقاء نفسها. راقبوا جيدا يا أصدقاء ذلك الباب في الخلف، فلقد كانت هذه العروس تمشي غير منتبهين لها. ولاحقا تم إخبارهم من قبل هذه العروس أنه عليهم المغادرة. سوف أغادر على الفور بدون حتى التفكير. وعندها قابلوا هذه العروس وجها لوجه وقاموا بالخروج فورا. وبينما كانوا في الخارج كانت هذه العروس موجودة في المذبح. وبينما قام هذا الشخص
بمحاولة الدخول أغلقت الأبواب في وجهه. ما رأيكم يا أصدقاء؟ عروس مرعبة جدا. والآن لننتقل إلى الفيديو التاسع، وهذا الفيديو تحت عنوان أشباح الكلاب. كاميرا المراقبة هذه كانت تصور هذا الطريق في الليل، وهنا تظهر امرأة كانت تقف على اليسار وعندها كلب أو قطة ظهروا فجأة، وأيضا امرأة أخرى كانوا يعبرون بشكل طبيعي، ولكن بعدها ظهر هذا الشبح، شبح الكلب. فلقد ظهر هذا الشبح واختفى فجأة. انظروا، بينما كانت تلك السيدة الغريبة تقوم بحركات غريبة. ما رأيكم يا أصدقاء؟ ما الذي يجري هنا؟ والآن يا أصدقاء إلى الفيديو الأخير والفيديو الأرعب تحت عنوان يؤكل حيا. هذه الصورة يا أصدقاء انشهرت كثيرا على اليوتيوب، وهذه الصورة تظهر امرأة يتم التهامها من شيء يبدو على أنه أكبر من غول عملاق. نصف أرجل الامرأة كانوا بداخل فم هذا الشيء المرعب، ويبدو أن حجمه أكبر بضعفين من حجم تلك الامرأة. وأنتم تلاحظون أيضا يديه ومنتصف جسده العلوي، ولكن على ما يبدو لا نعرف أين باقي الجسد. هاي، ربما كان خارجا من الحائط، فهو من المفترض أن يكون قويا جدا. أصبت قتل الضحك. هذه الصورة يا أصدقاء لم أعرف بالضبط إن كانت من فيلم أو مجرد صورة عادية، ولذلك إن كنتم تعلمون من أين أتت هذه الصورة اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو، واكتبوا لي أيضا أي فيديو تظنون أنه الأرعب بالنسبة لكم. حسنا يا أصدقاء، والآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، جنبا دنة تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمن بصيصا.